أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي السيد ديمترو كوليبا وزير الخارجية في جمهورية أوكرانيا. جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الأمنية في أوكرانيا والجهود التي تبذل لوقف الحرب عبر المفاوضات والطرق الدبلوماسية والتوصل إلى تسوية سياسية تكفل عودة السلم والاستقرار وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الأوكراني.